بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على رسوله وحبيبه ومصطفاه وعلى آله والصحابة أجمعين، ما بعد. أيها الأحبة في الله، ودرستي كتاب كين عقيدة كل مسلم، وأن قادن شرني هبين والباء تلادأه، وحنا رجينا يا بإذن الله تبارك وتعالى سيدي أبلنكوها إن كتابك الله صاحفظيه، إسلام رهانتنا أن امتحان كوك الله بإذن الله تبارك وتعالى. هذا ما درسي يعني ودرسي اللبات، وحن مر لبات براروشينا يا كتابك وكتاب كوهابون إن عرورتا دوكسية يا مدارس تلوغو منهج مقرر أنا لوغو ديغو وكتاب كوهابون si kooban in loo xifdiyo oo tullaabta loo xifdisiyo macaanida oo koobanna loo sharxo bidinillaahi tabaaraka wa tacaala. Aad baan ugu mahadcelinayaa gabdhaha dadaalka badan jazaahunna allahu khayran ee soo dalbaday kitaabkan doonayana inay xifdiyaan awlaadoodana ay xifdisiyaan bidinillaahi tabaaraka wa tacaala. Darsigeena labaad waxaan ka bilaabaynaa قضبك صدحات بإذن الله تبارك وتعالى. مؤلف كحيري هل نعبد الله خوفا وطمعا؟ كتاب كنسان الشيخ هو سؤال يا جواب دليل كالقرآن كأي الدليل كالسنة نبي أنه صلى الله عليه وآله وسلم مدام عبادة كالصور هنال حلقة ذي هراء. مؤلف كمر صدحات وحيري هل نعبد الله خوفا وطمعا؟ وأن لما كعابدينا تبارك وتعالى خوفا من عقابه أنه كبقينا عبسدي عذاب كيسة أو خوفا من ناره أنه كبقينا نار تيسة تبارك وتعالى عبسد النوع عاصة إن قرسينا يسأل الله تبارك وتعالى إن العذاب كيسة إيا عقاب كيسة إيا عرديسة إيا مقتي كيسة إيا قبشديسة أنه كبقينا عبادة النوع عاسه خوف كالليلة هذو ألما كو عابدين تبارك وتعالى وطمعا أنقو قدرينين أرجينين رحمة ديسة واسعة إيا النحريسي سبالارا إيا النافي ديسة أنحد كالهين عدة وأصقو أدورت إيا أدوم ديسة ونوانكسان أمطي إن لو نافو يعني طمع يدوردة يرجدنا إلهي مكوع عبدنا تبارك وتعالى. سيد أسؤال شاءت كأركيسان ما تكفها ميسان يا طلبة العلم الله تبارك وتعالى وحنو قفك مسلم كأه وإنو كوع عبدو الله تبارك وتعالى وحلو يقانو بين الخوف والرجاء يعني خوف يا عبسي يا عقابك الله أتكبر قيس تبارك وتعالى إيه إنا أكرأو آه إنا ذنقوصنين إيه الله تبارك وتعالى نحريستي سنة آدر جيسو لا تقنطوا من روح الله نحريست الله كقوصنين إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون نحريست الله كما قوصتو إلا قرق على أم أهانه نبي عبادي أني أنا الغفور الرحيم أشك الدومضي إذا إنا أهاي مثل عفيد بضن وأن عذابي هو العذاب الأليم قب شذا يذون إن الدرنتاي إذا قفك مسلم كأه وإن وصل عبسدو أنت كبضته وإن وصل هالمامن إسكن لجترن أدل لذا الرجدا موتشين يسئي حريص الله تبارك وتعالى صدرات ذاتك قيبة وعيد كإسكن قاطي خوف كإسكن قاطي أو فرقين باكرنومي قيب كلنا رجدا الله تبارك وتعالى كوكت سومين إيا نحريست الله تبارك وتعالى مركاسي وحو البابا وحاويا إيكن وحي أطلع صارتنا الله تبارك وتعالى ماها إلهي ولا طلع صارنا لكن عمل بالغا جبه هاي هاي إذا بين الخوف والرجاء لبدا صيدا أيا لغو نحن ولانكرا مؤلفك رحمه الله أسقو سؤاشا كجواب يوحوي للنعم نعبده خوفا وطمعا الله ونعبدنا تبارك وتعالى ونكعبدنا خوفا لأجل الخوف
يعني عبسي درادد أن عبسنا إنون أسايا كعبسنا إنون إيا وطمعا لأجل طمع من رحمته تبارك وتعالى إيا رجاء نكقبن في جناته جنات النعيم محاء الدليل مؤلفك رحمه الله تبارك وتعالى وغفر الله ذنبه وحفظه الله تبارك وتعالى في الدارين وعسوقتي أيضا قرآن كسورة الأعراف قال تبارك وتعالى وادعوه خوفا وطمعا بريا الله تبارك وتعالى خوفا حال أتهين كوى إلهي تبارك وتعالى نارتي سي عذابك سي عقابك سكبقيا وطمعا حال أتهين كوى إلهي نحريستي سي جناتك سي الدنبدافك سرجيني إذا سؤالي يا جوابتي لي آيات القرآن كأو إسكو فليهينو وإسكو ديار سيهين أما دليل كحديثك نبينا صلى الله عليه وآله وسلم كما في صحيح أبي داود في صحيح أبي داود رحمه الله تبارك وتعالى نبي حليك لأسأل الله الجنة الله وحام ويديسنها يا جنة وطمع صومه ورجد صومه وإذا سألتموه فاسألوا الله الفردوس هذا الله ويدي سنة سنة جنة ويدي سنة سنة جنة الفردوس ويديست أيضا أقص الرئيسة أيضا نوبي صد حضا أكبر قضان إما إن غير آسم وأنهار من عسل وأنهار من خمر أيضا يكبر قضان وبيالك أيضا أسأل الله الجنة إن بدن بول النبي الله كبر صلى الله عليه وسلم وأعوذ به من النار وحاكرون ألا كم جنجلينا النار سمارتي وخوفك وخوفك مسلم كأنه النار تأي عذابك كبقو لنا عكرنا أورجي هل كاسي عبادته مركب كو إيمانيسا معانك عبادته وسطية أهل السنة والجماعة هل كاسي كإيمانيسا حتى الحكم الأشخاص الحكم على الأشخاص هل كاسي كإيمانيسا او ددك المحالي لان ددك حق درده كلين يديقو ده حق درده قد دادين اياهم وعيدك اسك خبصدين نحريست الهينا تبارك وتعالى ويكتغين قولك لو ايقنا وحاجر تلصار تيمحي لا اله الا الله فقط ويلي مربع ايماني كايماني جبريل وميكائيل يريبا جراء وحقا لوبا يبا ما شربا ومده مرد لا اله الا الله تلي مركا وحاويا كوانا خلط بيكس عضان فرقيا مركا أقول لك يلا بدا قولي أهل السنة والجماعة أهل السنة والجماعة أعني الصحابة هي تابعين تيكوه كدم هي كوي وضل الراعي وحي جمعية نصوص نصوص وعيد كوسو أرورتي هي كوى كوسو أرورتي رجدة أي مركة كل ميان قضب كأفراد ما هو الإحسان في العبادة محال لو يقانا سما فلك أما إخلاصك أما إحسانك نعه في العبادة عبادة نحذ هذا إحسانك نعه محال لو يقال جوابت النقيسو وكسو قادر يا حديثك جبريل ليرا النبي صلى الله عليه وسلم سؤاله ويدين شري إحسان محال لي لهذا ونو إمان دونه وكينيا لكن إحسان عبادة نحذ هذا نعه محوية هي مركز الشيخ عكو جوابي ومراقبة الله وحده الذي يرانا ومراقبة الله وإن ذي إلهي مراقبيس وإن ذوقات إلهي إنو كل الصعد وإن ذوقات إلهي إنو كامرك وهيه يعني في السر والعلن ظاهرا وباطنا كلقاء يهدد لشوكته وهكذا سميع بصير إلهي وامد مقل بضناء أو أرق بضناء تبارك وتعالى يعلم ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى الله وحكى قرص المجر تبارك جل وعلا مراقبة الله إحسانك لغو الشيء وإن ذوقات الله إنو كأركيو أو كل الصعدو أحواش هذا الذي يراك حين تقوم وينو إيمان دونتا الذي يرانا
حالات كستا إيا ميل كستا أون شوغنو وحا قلبينا كتشرا موقال كينا إيو باطن كينا إنتبا وحا أن ما قنهي وحا دعيدونا إلى قيام الساعة وحا هريو دعيا وحا هدا دعيا إلهي حالات دادا أيو لصعدا تبارك وتعالى وحي نفتاد كوشي كيسان أيسو أيو ألك ورقبا تبارك وتعالى إذا وحد كوها الله يسو ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد سيدا دراد الذي يرانا والله نارك تبارك وتعالى مركا قفكو مركو حصوص أرينتا حمانتا مركو قل أيو حقوغان إن لا أرك أيو أو لا مراقبين أيو أو لا لصعدو نسأل الله العفو والعافية أما آيات القرآن كأه الدليل كأه سؤاشني قال تبارك وتعالى إن الله كان عليكم رقيبا الله تبارك وتعالى كان وما زال ولم يزل يعني كان الله وحو أهادي أو يهي تبارك وتعالى عليكم دشين رقيبا مذحق أغال إذين أه أو إذن مراقبين يو أحواشين إي أخبارتين إي وحا أدمع سنتهين إي وحد ما جنتهين فعل كي نئيو إي باطن كي نئيو قذيهين الله متك ورقب أو أق أو إذن لصعدو إذن مراقبين يو تبارك وتعالى سيدا إلهي آيات كالكوية لسورة الشعراء آيات سورة النساء سورة الشعراء الله وحكوية الذي قال يراك وامتك كأرك حين تقوم يعني حين تقوم وتقلبك في الساجدين مركا استاغيسو صلاة أوكا عيسو ركوع عيسو سجود عيسو قد قدون كاغا إسبت بدل كاغا الله واكو أركا يا وانا كل صعدة تبارك وتعالى أما حديثك وشيخ أدورتي وسؤال حديثك كو أدنى ما الإحسان ما هو الإحسان في العبادة هذا جوابتي جبريل بوكاري جوابتي او نبي محمد او جبريل او جوابي بوكيري نبينا عليه الصلاة والسلام مركو جبريل ويديو يلي ما الإحسان وحير الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك والحديث رواه الإمام مسلم رحمه الله الإحسان إحسان وحالي له أن تعبد الله إن الله أعابده تبارك جل وعلا كأنك تراه سيدي أذيقو الله بضا إن روتكو هيا الله أكبر سيدي أذيقو الله بضا إن روتكو هيا أو أركيا وإن الله أعابده تبارك وتعالى فإن لم تكن تراه هدي آذن أذوق أركين وإلهي الدنيا اللقوم أركئه هدي آذن أذوق أركين فإنه يراك هدبا أصغاك أركي إسجر أو إسئلال مسلمو قضبك أفرشنات لماذا أرسل الله الرسل محو الله أصدري تبارك جل وعلا لماذا أرسل الله الرسل ألم حورسوش لصدري تبارك وتعالى رسوش ألمرك سودري محيوتين أو الله لصدري تبارك جل وعلا شكي وحان كتير نحريس أغوين إلهي بشرية أغلي إن أيتهي إن إلهي الرسل أصدري حق أعديس نقدقنا كسارتا افتين كنا أصارتا جهلنا كلادا قالنتا هرمركو دانا كشقيسا إنا وجدنا آباءنا كالريبتا أنا الريبتا محالي لهذا روبك إيو رحمة سمدك إيمانيس وأن حريس وين قرآن كنا سيداس إلهي نوشاقي نبيك السوساري ديسو عليه السلام إنا يقلد وين إيا النحاريس وين أي أمضى نوتها إذ بعث فيهم رسولا يتلو عليهم مركوان نحاريس آذ وين وين إذا سؤال دأذ وين وحيتهي لماذا أرسل الله الرسل أي ماذا أرسل الله الرسل
جوابته وحي نقطة للدعوة إلى عبادته ونفي الشرك عنه. لا إله إلا الله ويوحل الله الصادري للدعوة إلى عبادته. إن الرسوش ضدك أغوي يران عبادة ألك لجي لعابده الله أكبر. الرسوش وحي لي مادين عبادة الله وحده إن ضدك أشرحان إلهي إن كلجي لعابده خالق كونك أبو ري مالك كونك إسكالة. لا إله إلا الله لا معبود بحق إلا الله عبادة أسجى كلي جيبالة. لا نركع ولا نسجد إلا لله ولا ندعو ولا نتضرع إلا الله تبارك وتعالى. إذا أهين مبر ينه من عبود ينه أسجى كلي جيبة عبادة مطلقة إسكالة تبارك جل وعلا. سيدة درادت أي وحيري للدعوة إلى عبادته ونفي الشرك. أنت بس للم الصادرين وحل الصادري ونفي الشرك عنه. إن إلهي اللي جنزه أو اللي جفقه إيه أو اللي جدره إيه إن وحل لو ذاجيه وانا ذنوبت اللي جل ذنوبت أقوه وينوي وإن إيمان دونتا أيضا النبي صلى الله عليه وسلم لو يديه ليلي ذنب الله قال محا أقوين مركاسو يري أن تجعل لله ندا وهو خلقك. إن الله إتكال لو ذا جسو أصغوك أبوري سبحانه وتعالى. إذا أنبياء محا لو سوليبي أنبياء الرسالة وتين محا أهيد للدعوة إلى عبادته ونفي الشرك عنه. شرك جاي أقسام تسي قيبه سا. أما آيات الشيخ كان الدليل كقرآن كيه سورة النحل ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. ولقد حقيقة يقبت وحيتهي بعثنا إنا ندرني في كل أمة أمد والبرسولا إنا ندرني. الله تبارك وتعالى وحليهي مبتئي حقيقة هدار إذن سوغر سياي وحيتهي بعثنا إنا ندري في كل أمة أمد والبرسولا بأن أدري. سؤال شو حيتاي رسول كان أمد الله دري محوتي أو محال رسول دري أو رسالة وتوام محي أو أمد محو الشيء محو سعادة الليبانة أو بدبادة أو ولا أن اعبد الله ألك لجي عابد ولا إلا الله. توحيدك هو نفي إثبات ونحن إيمان دعنا إلا الله ألك كالجي عابدة واجتنب الطاغوت ولا إله. طاغوت كان كفر هذا طاغوت كان وحال إلى هذا كل ما يعبد من دون الله وح الله وحي ألا سكذي سلا وينيه ألا عابده ألا قدريه حق الله الرحمن الله سيه طاغوت ما إلى هذا وحو دونه كسم اسمه بشر هالنقضه نبي هالنقضه ملك هالنقضه جن هالنقضه نجح هالنقضه ابليس هالنقضه الدنيا هالنقضه وح الله وحي الله غير كي لوينيو حقي الله لهان الله سيو الهوي طاغوت بان الله مغعابا طاغوت اي قرانك ابحي يعني وحدود وقفك قويي او قدبي حق الله لها وعيد كلاسية طاغوت. ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. أما حديث كأشاخ كيني درسي أننا بإذن الله تبارك وتعالى أن نكون ختمين عاوة وحو نبي صلى الله عليه وسلم والأنبياء إخوة ودينهم واحد يعني الأنبياء علات الأنبياء إخوة أنبياء الرمان وولالو ودينهم واحد وحي لي ما دين دين تلي ما دين وامد ولا إله إلا الله وأمهاتهم شتى لكن هو يو ينكر ويكل دويهين وفروع الشريعة بلغولا الشريعة فروع بيلا داي سوما أصل كذو توحيد كسوما أنبياء من لدن نوح من لدن آدم من لدن نوح إلى النبي محمد الله عليه الصلاة والسلام
نبي متشرو ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت نبي متشرو رسول متشرو إلى أمدي سوح أشيغي لما قضب لا إله إلا الله عباده إنو ألك كلي إليه إيا إن لنا الله إسكرده وح الله وحي إلهي غير كلا وينيه أولا عابده أولا تشعلاده تبارك جل وعلا marka anbiyaadu diintoodu waa mid oo waa tawxiidka laga wada laakiin ummahaatum shatta hooyooyinka way kala duwan yihiin waxaana laga wada furuucu shariica ayaa laga wada ay kullu rusuli da'u ila at-tawxiid anbiyaada oo dhan waxay dadka ugu yeereen tawxiidka ayay ugu yeereen xadiidkuna muttafaqun alayhi ilahi waxaan wadiisanaya tabaaraka jalla wa ala inuu saddexda qodob uu nagu anfaco darsigeena wuxuu ka koobnaa qodobka saddexaad إيا قضب كأفراد إيا قضب كشراد وحونا هادرسيين اللباد إنت أنو كيكل مينو تلادة صوصعة بإذن الله تبارك وتعالى وحاني ذي كيكتك يا أستودعكم الله وحي سؤال أنا ودي ويدين كرتان جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.